نفسي مش حاكل يعني مش عارف مش هتاكلي خالص. صباح الخير مشاهدينا مره ثانيه وفي اخر فقراتنا لحلقه اليوم مع شيف آسيا. صباح الله بالخير. صباح النور. آسيا ضاربني ضاربني الا اكل لحم. حتاكلي اليوم؟ الا اني اكل. اقول لها يا آسيا لا تخربين الرجيم. لا ما هو هو صحي. حتى لو صحي حتاكلي رجيم رجيم بنشوف اذا بتقاومين. كلا كلا عايزه اللغلوغ يروح. كله في اللغلوغ. كله للغلوغ. طيب شنو بنطبخ على الطريقه الصينيه؟ يخنه صالونه يعني لحم صالونه يعني مثل الكباب الحلال. يخنه لحم بيور ما فيها اي شيء غير اللحم. إيه بس اليخنه هي الصالونه صح؟ اه فبنسوي صالونه لحم على الطريقه الصينيه, الصينية. مكوناتها مكونات بسيطة جدا. لحم على حسب كل ما واحد بده وعندنا طحين. بس انت جايبه لحم مكعبات. ايه هو لازم تكون شوي قطعة متوسطة كبيرة. او كبيرة لانه هي بتعتمد مبدأ سلو كوك اللي هو الطهي على البطيء. نعم. فالطهي على البطيء يعني بتصير اللحمة متفتفتة في الاخر. الله. فعشان نقدر نطلع شوي سليم بالاخر لازم تكون قطع كبيرة. قطع كبيرة. مشان لو كانت صغيرة رح تدوب. صح. وعندنا طحين وعندنا بصل مفروم وتوم بشرايح وعندنا الدارك صويا صوص اللي بيكون قوامها ثقيل مثل العسل. كلش ثقيل كأنه جيلي. بالضبط. وعندنا الصويا صوص العاديه اللي هي السائله. وعندنا الزنجبيل فريش وعندنا البهارات الخمسه الصينيه. زنجبيل فريش مطحون. مطحون ممكن مفروم كمان. وعندنا البهارات الخمسه الصينيه وعندنا ملعقتين كبار من زيت السمسم وملعقة كبيرة تقريبا ونص من خل الرز اللي بنستخدمه في السوشي. وعندنا فلفل حار أحمر لو حبينا. ما حبينا صغيرة. ممكن نعمل فلفل أحمر بارد. وعندنا كمان الباك سوي أو اللي هو الكرنب الصيني. في ناس تقول له كمان الخس الصيني. الباك سوي من الخضروات اللي معروفة كتير في الصين. صح. لخصائصها المفيدة. طريقة طبخه ممكن يتعمل منه أشياء كتير. ممكن يتعمل بس صعبة فراي. طريقة طبخه يعني مش كتير. سهل إنه هو يلين. ما هو في الوصفة ما بدنا اياه يلين. ما نبي يلين في الوصفة احنا لانه هو طعمه قوي شوي. بس الخاصية اللي خلتنا نستخدمه في الوصفة او الصينيين بيستخدموه في الوصفة انه في الاخر بنحطه بيشفط كل الدهون لو في اللحم. يعني واو. كل دهون اللحم لو اللحم فيه دهون بياخدها. حلو. عشان هيك هاليخنة صحية. تحاولين تقنعيني. صحية كتير. شلون نبتدي؟ أهم شيء تقولين لي شنو هالبهارات الصينية الخمسة؟ شو اسمها؟ البهارات هي اسمها البهارات الصينية الخمسة. شي تنشرها من السوبر ماركت كذا؟ يعني بصراحة ما دورت شو مكوناتها. أوكي. بس إذا استخدمناها ما بنستخدم أي بهار تاني. أي أكيد أنت حاطة الصويا صوص والبهار خلاص يعني لا ملح ولا أي ملح نوع إذا من احتجنا بس الثانية. صويا صوص ما أعتقد نحتاج. ما رح نحتاج. أول شيء إحنا لازم نعمل إذا تبين ترفعين ضغط حد ويموت من العطش. فأهم شيء لازم نسخن القدر كتير لأنه بدنا نعطي شوك للحم. ولازم نعمل كوت أو تغليفة للحم بالطحين لأنه الطحين هذا بعد السلو كوك هو اللي راح يعطينا الجريفي أو الصوص الثقيل تبع اللحم. فعندنا هون معلقتين كبار من الطحين تقريبا. يعني استخدام الطحين هو بس عشان نعطي طبقة للحم. وكمان اللحم احنا بدنا اللون في الاخر يكون بني. صويا صوص بتعطي لون بني. صح. بس اذا عملنا الطحين وتحمر بيعطي لون اقوى واقوى. حلو. فخليني اول شيء اسخن شوي زيت السمسم. ما بنستخدم هم الصينيين يستخدمون زيت السمسم كثير في اكلهم وما في وجباتهم وطبخاتهم. مزبوط. وما بننزل باللحم مره واحده بننزل قطع قطع. ولازم النار تكون عاليه مثل ما قلت لانه هذا اللي بيعطي اول يعني شكل اللحم الاشياء أو اللي بتكون في الحله الاوليه من اللحم هي اللي رح نحتاجها نكحتها في الاخر لتعطينا الصوص. كثير طيبه اليخنه. وايد تمدح اليخنه آسيا شفته؟ حتاكلي النهارده يعني تقولي لازم تاكليني لازم تاكليني. اتحداكي. كلا لا تتحداني. اتحداكي على الدقيقه السابعه في فقره رح تسمينا حتاكلي. ابدا. هنشوف. هو عموما المطبخ الاسيوي او شرق اسيا دائما يستخدمون مثل ما انت قلتي الستير فرايد زيت السمسم الفلفل الاحمر الخس الصيني تبعهم. ما هو دائما اكلهم يكون سريع. هو المطبخ الصيني الزنجبيل بعد يعني والصويا صوص والثوم هذا يعني اساسي. المطبخ الصيني انا في نظري بشوفه اكثر مطبخ
بيحافظ على كونسبت الهيلثي، لانه احنا لما بنسمع اكل صحي بنفكر اوتوماتيكلي في السوتيه والخضار، بس على فكره الاكل الصحي مش بس مكونات، لا هو طريقه الطبخ، طريقه التحضير كمان، طريقه التحضير، وممكن اشياء بسيطه تخلي الاكل صحي من غير ما نحتاج نخضر. يعني احنا ربات البيوت رمضان جاي فقاعدين تعطيهم انت وصفه جديده لطريقه عمل الصالونه لمحبين الصالونه في رمضان. فاول ما اللحم بياخذ قوت بنضيف البصل وبنضيف شرايح الثوم. اوكي الثوم اللي ما يحبون يشوفون الثوم في الطبخ نقدر نسويه مهروس؟ ممكن، وممكن بودره الثوم كمان. بس هو لانه سلو كوك بيختفي، يعني بياخذ ساعات بيدوب. بعدنا الفلفل، ما راح كثر لانه عبد الله ما بيحب الحار كثير. وعندنا شوي زنجبيل. هذه خمسين مره من مرات في مقلب، ما سمعنا شوي مقلب في مره من مرات. صباح الخير. ما يسمعنا صباح النور. هلا نعم هلا من قادر. شو الأخبار آسيا؟ الحمد لله. كيف الأمور طيبة؟ الحمد لله. يخنف اللحم. اليخنة الصينية بعد. الطريقة الصينية. شو عاد شو الفرق؟ صالونة لحم بالطريقة الصينية. شو اللي شو الوصفة فيها اللي مخلتنا صينية؟ لأن صويا صويا صوص. عرفت. زنجبيل كثير، ثوم كثير، زيت سمسم. عندي خل الرز. الخس الصيني. وعندي خل الرز كمان. وبعدين شو اللي ميزها؟ ميزها إن هي طبخة صينية. أوكي. أهم ميزة هذه. يلا نحن يومنا كله ثقافة صينية. نعم. والأستاذ نور ما قصر صراحة. شوفوا كيف يعني أنا كنت متوقع إنه ما حد يتقن لهجاتنا، خصوصا يوم تكلمين الصين اليابانة. طلعت بيتكلمونها. بالعكس هم لما يعني دائما السفارة تبع الدول الشرق آسيوية لما تي دولنا إحنا دول العربية الملحق الثقافي الخاص بهم يعني لازم يكون يتحدث اللغة العربية. يتحدث اللغة العربية بطلاقة ويتحدثون ويتعلمونها ويرسلون بعثات في الجامعات العربية تخصص اللغات لدراسة اللغة العربية علشان تسوي يعني توطد العلاقة والأواصر إذا إحنا ما نعرف نتكلم لغتهم أو هم ما يعرفون يتكلمون لغتنا. ونحن مثل ما شفنا في تقرير بعد كذا شخصية مثل سعادة السفير وشخصيات أخرى يتكلمون لازم لأن يعرفون أن لغتهم هي عبد الله مش اللغة العالمية. لا والله. شو اسم الأكلة بالصيني؟ اياد يعطينا معلومه بان في اماراتيين يتكلمون صيني، انا واحد منهم. تشان سونغ هو. قول له اياد معلومتك جدا قديمه، في مدارس درس الصينيه لو سمحت. كيف يا اياد؟ قديم قديم. السوق الصيني عندنا من 15 سنه. ايش فيك؟ حتى يوم نروح قمنا نكاسر بالصيني. نعم. سوي تحت. لا ما يصير سوي تحت. صار هندي. احنا حطينا اللحم مع البصل والثوم والفلفل والبهارات والزنجبيل. راح نخلي شوي اللحم مثل ما قلت ياخذ طبقه البني. وبعدين بنضيف الدارك صويا صوص واللايت صويا صوص مع شويه مي. شو الفرق بين الدارك وال هاي ثقيله؟ هاي ثقيله مثل العسل وكمان لونها غامق كثير، وهي خفيفه شوي. وبعدين بعد ما بنضيف المي بنترك يعني الحله. في اختيارين، يا نحطها على النار على نار هاديه كثير، يا ندخلها الفرن. وبنتركها مده 4 ساعات في الفرن او 2.5 ساعات على النار. هذه مدفون بالصيني. بس لانه قتيل صيني. هذه مستخلص نبته صح؟ صويا. صويا. الكلمة الوحيدة اللي بعرفها بالصيني هي صوي. صوي يعني فيجيتابل بالصيني. صويا صوص، حتى الباك صوي يعني نبات النبات يعني عصارة النبات. النبات. انا اشرح لكم. شو الفرق؟ اشرح. شو الفرق بين اللهجة الصينية واللهجة اليابانية؟ لا اكيد في فرق. شو الكيمونو؟ مرات طريقه الكتابه. الكتابه اللبس اكيد. كيف نفرق بين يمكن نشوف ان اللهجه الصينيه سريعه شوي واليابانيه فيها نفس الالعاب فتل فيري يوم كنا نلعب حمدان قبلها. الصيني تشانك سويا كوتو او شاسان هو يحكي شي غاتوتو صويا. شكلك كنت تلعب سوبر ماريو وانت صغير. اما كل الياباني منازع
تانزي وتانزي يا ديلي والله العظيم كان يتفرج على مازنجر عصبيين وجرين دايزر ساموراي دائما يتفرج على جرين دايزر كثير لكن نتابع برنامج الصين سور الصين سور الصين العظيم مو سور الصين شيء كذي قام يزقرهم يقولون سامس غازي قام يعد رك الحصن يا شكرا على المعلومه الحصن الحصن برنامج المسابقات عبد الله شكرا رجعت لنا كل الذكريات الصينيه اليابانيه اللي على التلفزيون نتمنى نلعب وياهم تضرب كوره وطيحين في الطين صح. انا والله كنت اتابع كابتن ماجد يعني بس ثقافتي يابانيه صراحه كنت حاقول له من محبين كابتن ماجد كنت حاقول له بس اعرف احكي بالصين بالياباني يحيى فريق الوزن بس اعرف مع كابتن ماجد تسدد بالصين تسدد ثلاث ايام فاهم شيء حتى اسمهم عربيه بالياباني كابتن وليد الكورونا الصيني ما بنضيفه في اول مرحله الطبخ يعني اخر خمس دقائق من الطبخ بنحط فيها الكرنب الصيني يعني لمتص كل الدهون خلينا بتحطين لنا الكرنب الصيني ويمتص كل الدهون خليني اقرا بعض التغريدات من متابعينا على حطيتيها مثل سؤال الحلقه اليوم اللي قال شو تحب او شو تحتاجه لتحب عملك سامي قال لكي أحب عملي أحتاج تعاون كل الموظفين وإخلاصهم وأن أعمل في المجال اللي أحبه زين الرهام قالت أحتاج فلوس زيادة وأحب عملي أكيد فلوس وأحب عملي أكيد الوافي يقول لو عطوني ترقية اللي أبغيها ما بحبهم بس احتمال أخذ أغراضي وأنا في الدوام أنا في الدوام وايد زين سالم قال يقللون ساعات العمل يعني تصير ست ساعات والله تكفي وبنروح نحب عملنا يعني كل التعليقات في منها طريف وفي منها يتخطى حاجز المعقول موضوع ست ساعات هذا غير مناقش ابدا ما يمكن النقاش في العالم كله ست ساعات شو تسوي فيها ست ساعات ما ترى انت تداوم حسب الدوامات العالمية حلوة الدوامات العالمية يعني حسب الناس اللي انت تتعامل معاهم آسيا شو تحبين عشان تحبين عمل شو تحتاجين خضار أصلية أو لحم فريش أول شيء عشان تحب عملك وتخلص فيه لازم من جوا أنت تحب عملك يعني الله. أنا ما بحب أعمل شيء ما بحبه أنا مو مؤمنة بهالموضوع يعني الله لا يحكم على حدا يشتغل شيء ما بيحبه صح. بعدين كل ما كانت يعني كل ما حبيت أنت عملك كل ما دورت على الأساليب الممتعة في عملك صح. أنا مؤمنة بهالطريقة الله الله يا آسيا والله تستاهلين صفقة تستاهلين صفقة ونحب نقول حق مشاهدينا أن ترى في كثير من التغريدات جاتنا وفي كثير من التغريدات قالت أن احنا نحب عملنا اذا يعني كثير من التغريدات الجيده اذا كان فيها حوافز اذا كان فيها تقدير اذا كانت متناسبه لما نحبه في ناس قالوا ان القناعه هي شيء جميل وانا اوقف عند هاي النقطه ان تقتنع بما تعمل وانك تحاول في محيط ما انت تعمل تحاول ان تطور نفسك وترتقي بنفسك حتى اذا كان محيطك لا يساعد على ذلك انت اللي تخلق الفرق مزبوط. شخص واحد ممكن يخلق الفرق اذا بداه في نفسه هاي وجهه نظري خلينا نسحب الفايز على سؤال الاسبوع اللي طاف وجهه نظرك ان احنا نسحب الفايز وجهه نظري بان العيش البلاليط احب عملي يوم يثق فيني مسؤولي في عملي بيخليني احب عملي اكثر بجهدي اللي انا اعطيه صح ولا لا صح دام المخرج يثق فيني خلاص الامور طيبه تثق فيني خلاص زين حتى الجمعة والسبت بقدم صباح الدار ممتاز أسحب أنا بختار اللون اللي قريب من اللون الأبيض والفايز سعيد سالم العامري طبعا السؤال متى انطلقت الدورة الأولى لجائزة أبو ظبي والجواب هو 2005 سعيد سالم العامري تستاهل يا هو سعيد. اللي فاز معانا اليوم بإقامة لليلة واحدة لأربعة أشخاص بجناح فاخر مقدمة من فندق كمبنسكي نخلة جميرة بدبي حلو ونذكرهم شنو؟ ونذكرهم طبعا مشاهدينا بسؤال الأسبوع هذا واللي يقول في أي عام تشكلت الوكالة الدولية للطاقة أيرينا والجائزة هي طبعا تذكرة سفر مفتوحة لأي وجهة بالعالم أي مكان في العالم من نيرفانا للسفر والسياحة ما عليكم سوى إرسال الإجابة الصحيحة على الأرقام أسفل الشاشة وبنعلن عن الفائز إن شاء الله يوم الأحد القادم الإجابة في أحد الفلرات اللي انزلت خلال الحلقة يعني شوفوا الإعادة وبتعرفون الإجابة ولا العم جوجل ما يقول شيء يلا
وصلنا للختام. نشكرك آسيا، شكرا على يخنة صالون التكلين الصيني، وبكرة نلقاكم مشاهدينا إن شاء الله في نفس الموعد، كونوا على الوقت من 10 إلى 11:30 فمان الله. شفتي ارتبكتي بس من مجرد الريحة ارتبكتي؟ طبعا أغرتني الريحة.